بعد 5 سنوات لابد أن نتوجه بالتحية والاعتزاز لكل المجاهدين الذين قدموا الكثير، للمعتقلين الذين الآن هم يلاقون الويل من أجلنا جميعا، لكل الجرحى، لكل المطاردين الذين لا يأويهم سكن، إلى المهجرين وإلى كل الذين ضحوا، نتوجه إليهم بالشكر والاعتزاز ونشد على أيديهم في الاستمرار حتى نهاية الطريق. وأيضا لكل من دعم الثورة من الشباب، من الجهات الدينية السياسية الحقوقية، أي شخص، نشكرهم جميعا ونشد على أيدي الجميع، على كل من يستطيع أن يقدم ولو بالشيء اليسير. لا يقول أحد أنني لا أستطيع، معظمنا يستطيع أن يقدم ولو بالشيء اليسير. لكل هؤلاء نشكرهم ونقول لهم يجب أن نواصل حتى نهاية الطريق. بعد ذلك أحب أن أتكلم في 4 نقاط. النقطة الأولى هو توصيف الوضع الحالي الذي نعيشه. لماذا هذا التوصيف؟ لأن وعي الواقع يعطي الإنسان الطريقة التي يجب أن يتعاطى معها، واستذكار الماضي، استذكار ما جرى في خلال 5 سنوات الماضية، أيضا يجعل الإنسان أن يحدد الطريق، أن يذهب إلى هذا الطريق أو إلى ذلك الطريق. وكثير اليوم من ما يطرح في الساحة هو مبتنى على هذه الرؤية. يعني البعض يقول مثلا 5 سنوات قدمنا كذا 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 ولذلك سوف نذهب إلى هذا الطريق، والبعض يقولها إلى يعني هنا أو هناك. ولذلك ارتأيت من الجيد أن ننعش ذاكرتنا فيما ما الذي جرى خلال هذه 5 سنوات. أولا سياسيا، منذ بداية الثورة وإلى الآن يمكن أن نختصر ما جرى على المستوى السياسي بما قاله وزير الخارجية قبل يوم أو يومين في مقابلة مع قناة روسيا، بأن هؤلاء الذين يطالبون ما هم إلا إرهابيين وهم معتقلين في السجون، وبالتالي هذا التصريح يختصر الوضع السياسي في البحرين منذ بداية الثورة إلى الآن. يعني ماذا؟ يعني على المستوى السياسي الأفق مغلق وأنتم إرهابيين ومكانكم السجن. يعني بعد 5 سنوات بدل أن يكون هناك لغة سياسية فيها أفق معين، يأتي وزير الخارجية بعد هذه 5 سنوات يقول أنتم إرهابيين والنفق مظلم ومغلق. أيضا في الجانب السياسي كل السقوف رفضت ومرفوضة بالنسبة للنظام، وثيقة المنامة أو ما هو أعلى من وثيقة المنامة. الزعماء السياسيين وبمختلف التوجهات هم الآن في السجن. فعمليا على المستوى السياسي كل المقترحات وكل الحلول وكل الرؤى محكوم عليها بالسجن وتحت عنوان الإرهاب. إصلاح، إسقاط، تحت أي عنوان هو إرهاب بالنسبة للنظام ومرفوض ومكانه السجن. هذا على المستوى السياسي. طبعا هي قراءة مختصرة. اقتصاديا الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، اقتصاديا الوضع من سيء إلى أسوأ. يعني قبل 5 سنوات كنا نعيش في واقع معين، وبعد 5 سنوات نعيش في واقع معين.
وبعد وفي السنين القادمة سوف يكون الوضع من يعني أسوأ وأسوأ. عندما نتحدث أنه في عام 2018 سوف يصل مثلا الدين العام إلى 10 مليار، هذا رقم يعني ترجمته بالعربي تكون البحرين في ما هو من الدول المفلسة، دول مفلسة يعني بعد حتى لو صار نصر يعطونك خزينة مصفرة، فشلون تتعامل مع الموضوع؟ فالوضع الاقتصادي سيء جدا. ومن إفرازاته مثلا رفع الدعم عن السلع التي هي تمثل حاجة ضرورية بالنسبة للناس. وأيضا على المستوى الاقتصادي وهو انعكاس إلى الحالة السياسية، سامعين اليوم أن الملك رايح إلى وين؟ إلى روسيا. طبعا هذه الزيارة كان الهدف الأساسي منها هو الجانب الاقتصادي. شوف، لأن ما في حل سياسي في البحرين، فلأن وينعكس على الجانب الاقتصادي، فمثلا يعقد صفقة ب 600 مليون دولار إلى قضية الغاز، كنا في حاجة ماسة للغاز في البحرين، في حين كان ممكن تكون هذه الصفقة مع قطر أو مع إيران. في تشنج سياسي معين تلغى هذه الصفقة حتى يكلف الوطن هذا المستوى الكبير من الفلوس من المال، واللي يدفع الفاتورة من هو المواطن. فالجانب الاقتصادي صير عبثي، تشتغل فيه النظام على مزاجها على حسب الميل السياسي. عنده مشكلة مع إيران خلها تولي ما أخذ من عندها غاز، عنده مشكلة مع قطر كون أنا كان ضمن الحلف السعودي والسعودية عندها مشكلة مع قطر ما أخذ من هنا غاز، روح أخذ من وين؟ من روسيا. ومن يدفع الفاتورة؟ الوطن والمواطن. ونرفع الدعم من جهة أخرى. فالوضع الاقتصادي بعد 5 سنوات أيضا في تردي. على المستوى الحقوقي كما تعلمون اليوم السجون ملأ بالمعتقلين، وتتصدر البحرين الدولة رقم واحد بالنسبة إلى عدد المعتقلين في الدول العربية. هذا بعد 5 سنوات. والاعتقالات هل هي في طور تصاعدي أو تنازلي؟ لا، هي في طور تصاعدي. أيضا لم يكتفي النظام بالاعتقالات في الداخل، زيد من الوتيرة بحيث يقوم بالاعتقال إلى من هم خارج الوطن عن طريق الانتربول. فالقبضة الأمنية اليوم متسعة أو ضيقة أكثر؟ ضيقة أكثر. بل كل من يتفوه بكلمة، كل شخص في البحرين الآن يعتقد النظام أنه مؤثر يعتقله ويعطي أي تهمة وخليه بالسجن. إصلاحي إسقاطي، أي شخص يشعر النظام أنه مؤثر يعتقله. هذا فيما يتعلق في بشكل سريع توصيف للوضع الحالي بعد 5 سنوات، توصيف سريع جدا. من بعد الخمس سنوات ومن بعد هذا التوصيف أيضا اللي ذكرته، أنتقل للعنوان الثاني وهو أعتقد عنوان مهم، وهو المشروع المضاد للثورة. اليوم على ما يبدو عندنا شيء ناعم ينخر في عقول الناس وفي نفسية الناس وإرادة الناس، ومن يعمل على هذا العنوان ليس نشطاء. قد يتصور البعض أنه يمكن هذا الناشط أو ذاك الشخص الفلاني هو من يريد أن ينخر في إرادة الناس وفي قناعة الناس بحيث أن تتقهقر الناس. شيء مضاد إلى الثورة، ولكن بطريقة مخملية ناعمة. أريد أصل لهذه الجزئية. من أسس إليها ترى مو الناشط الفلاني أو الكاتب الفلاني، من أسس إلى هذه الحركة المضادة للثورة هم الأمريكان. والدليل أن الأمريكان منذ 2014 في الانتخابات كانت
كان التوجه الأمريكي أن يا جماعة ادخلوا في البرلمان، التوجه البريطاني أن ادخلوا في البرلمان. يعني عمليا شنو؟ نزلوا من السقف وارجعوا إلى بيوتكم وبخفي حنين وخلص، ادخلوا في البرلمان ويكون البرلمان هو المنطلق إلى أي حل سياسي، إلى أي رؤية سياسية، إلى أي مطالبة سياسية. ما يصير المطالبة بعد بالشارع والاحتجاجات وإلى ما إلى، خلاص البرلمان. في ذلك الوقت عندما طرحت، يعني في 2014 عندما طرحت، ما صار، كانت في ردة نفسية كبيرة إليها. ومن ثم اشتغلت بعض الصحف وبعض الأقلام كما يقال للدق على نفس الفكرة، نفس الفكرة، وكل مرة يطلع بشيء، يوم مقابلة مع الفلاني ويوم عمود على هالموضوع وإلى آخره، إلى أن وصلنا اليوم صارت ظاهرة بعد. فيه نفس يقول تعالوا نراجع ذاتنا وذواتنا وسقوفنا ومطالبنا الغير واقعية الفضائية الكوكبية، ونقبل بالفتات للمصلحة العامة. طبعا أنا أضعه هذا ضمن الثورة المضادة، تشخيصها مهم والحديث عنها مهم، إغفالها يعني فسح المجال لمثل هذه الرؤى أن تنخر في عزيمة الناس. هذه مسؤولية على الجميع اليوم أن تتحدث عنها وأن تقوي إرادة الناس وأن تشد من عزيمة الناس وأن توضح بأن مثل هذه الأفكار وهذه الرؤى هي غير صحيحة من جهة، ومن جهة أخرى المضحك المبكي يعني أن بعض من يتحدث عن إرجاع الناس إلى البيوت، بل بعضهم هكذا يطرح، شوف الحل، يقول الشكل كاتبين قبل يومين الحل إلى الأزمة أن يتم إعادة صياغة الجمعيات لكي تكون ديمقراطية. شوف الحل إلى الأزمة في البحرين، أن يتم انتخاب الجمعيات حتى تكون ديمقراطية. وين شلون يعني؟ شلون حل الأزمة أن يتم إعادة صياغة الجمعيات لكي تكون ديمقراطية؟ حقيقة هذا منشور قبل يومين، يمكن شي 3 أيام. هذا هرج، هذا لعب بتضحيات الناس، ناس ضحت، ناس تعذبت، أعراض انتهكت، مساجد هدمت، نساء. ثم يأتي من يتحدث على أن يكون الحل في البحرين بإعادة الجمعيات بشكل ديمقراطي. يعني الشخص اللي يحس ما عنده كفاءة سياسية أو كذا أنه استريح كما يقال، لكن هذا النوع من الهرج والمرج على عقول الناس أمر غير صحيح صراحة. يعني الأمر يحتاج إلى لجنة بصورة أو بأخرى، أو يكون هناك احتواء، شخص أحيانا ممكن تحتويه، بس شخص لازم تقول لنا يعني بعد استريح. في هذا العنوان أيضا المشروع المضاد من العناوين التي يتم العمل عليها هو التحبيط والتيئيس، إنه خلاص 5 سنوات بعد كافي، ضحيتون قدمتون، وفي 5 سنوات أكو السعودية قوية، شوف اليمن شنو قاعد يصير فيها، وكل الناس في السجون وناس برا، وما الناس ما قاعد تطلع في الشارع، خلاص تعبوا الناس، خلي تكون واقعي يا أخي واقبل بالذي هو أدنى. تيئيس، تحبيط بشكل دائم. يعني اليوم بعد 5 سنوات للأسف بدل أن يكون هناك شيء تصاعدي هناك نفس تنازلي. هذا من ضمن الأساليب التي تستخدم. تقديم الحلول الهزيلة التي من شوي تحدث عنها سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، تقديم الحلول الهزيلة، إن لنقبل مثلا هكذا يقال، لنقبل بأن يكون لكي يخفض، شوف التضحيات شقد، نقبل لكي يخفض مجلس الشورى إلى النصف. شنو يعني؟ هذا حل؟ حل أزمة؟ يخفض عدد مجلس الشورى إلى النصف؟ شنو يعني؟ تحت أي عنوان هذا تضعه؟
هذا يحل مشكل سياسي. خب الشورى مجلس الشورى مجلس فيتو، يعني عندك السلطة التشريعية في البحرين مجلس شورى مجلس نيابي، اثنينهم يشرعون، واحد الشورى ممكن يعترض على النيابي وبالتالي ما يصدر أي قرار تشريعي، بالتالي انت خفضت للنص لو للربع لو للثلث لو ما بالنتيجة عندك فيتو حكومي. شل الحلول الغريبة. ففي نفس ان من ضمن الأساليب هي طرح الحلول. ذكرت منذ قليل تكلمت عن الشيء المضحك المبكي، قصدي بذلك أن بعض هؤلاء من يتحدثون عن الحلول الهزيلة والاستسلامية هم يقولون أننا مثلا نتبع شيخ عيسى مثلا. أنا أتساءل يعني كيف من يتحدث بأنه مثلا يتبع سماحة الشيخ آية الله الشيخ عيسى قاسم كيف يطرح ورقة للحل تخالف رؤية شيخ عيسى؟ يعني هذا التناقض غريب. يلجؤون إلى الشيخ عندما يتوافق مع رؤيتهم، ويتنافرون مع رؤية الشيخ عندما لا تتفق معه. فالشخص عندما يريد أن يطرح حل إلى أزمة سياسية في البحرين ويدعي أنه مثلا يتبع فلان، طبعا قدم هذه الورقة أولا إلى من تعتقد به، إن وافقك اطرحها للناس، ما وافقك شلون تطرحها للناس؟ بل لا أصلا مخالفة إلى ما يطرح. كيف يقوم طرح مثل هذه الحلول إلى الناس لتشويش أذهان الناس في من هو ثابت؟ طبيعة الناس هالشكل، في من هو ثابت بعد 5 سنوات، في من هو ثابت، في من هو مهزوز في النص، وفي من هو لا داخل بعد. فأنت عندما توجه خطاب إلى الطبقة اللي في الوسط، وهم ليسوا قلة اللي في الوسط، أنت تهزه. فهي مسؤولية أخلاقية ودينية علينا جميعا أن نتحدث عن هؤلاء، عن هذه الفكرة تحديدا التي ذكرتها. ختاما حول هذا العنوان باختصار، المشهد أننا بين خيارين، هكذا بشكل واضح، نحن كشعب بين خيارين، السلة أو الذلة، هكذا ما في شيء في النص، هنا أو هنا، التراجع انتحار أو التقدم مهما كلف من تضحيات. فعندنا الخيارين معا، والعاقل والكريم والمتدين من يحمل فكر إسلامي أصيل لن يلجأ إلى الخيار الذي فيه ذل. لماذا؟ لأن من ينطلق في حراكه من منطلق أداء التكليف، لا يهمه أن يكون هناك نصر خارجي أو غير نصر خارجي، أنا عندي تكليف أديه مع السلامة خلاص. هذا ما يجب أن نرسخه في عقول الناس، في شبابنا، في أذهاننا، في روحية الناس. إحنا عندنا تكليف نأديه، سالفة أن السعودية أمامنا والبحر من ورانا وأمريكا ضدنا وبريطانيا من فوقنا وهالحكي كله خلي على جنب، هذا ما علينا منه. عندنا تكليف أن إحنا نمضي في هذا الاتجاه، ليش؟ حفظا إلى كرامتنا، إلى أعراضنا، إلى مستقبل أبنائنا. تراجعنا يعني سحقنا كلنا، وسحق مستقبل أبنائنا. العنوان الثالث، المعارضة، معارضتنا يعني ما قبل الانتصار وما بعد الانتصار. وهنا سأتحدث نوعا ما بشفافية، يعني 5 دقائق وأنهي بعد. سأتحدث بشفافية حول هذا العنوان لأنني أعتقد أيضا أنه مهم، أنه موجع بجهة من ناحية أخرى. الله يقول ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. عندنا آفة للأسف ضمن من يعارض النظام هي آفة التنازع والتناحر. هذه الآفة لا نختبئ وراء أصابعنا ونسوي روحنا ما نشوفها،
موجودة. هذا التنازع والتنافر والتنابز والتناحر هذا موجود وبمستويات مختلفة. هذا يسلب التوفيق ويضيع عليك الانتصار وكل شيء. وللأسف هذا موجود في العمل السياسي وفي العمل الحقوقي وحتى العمل الإعلامي في كل مكان. آفة منخورة نخر في وسط الجانب المعارض. ليش أنا ذكرته؟ تعرفون ليش؟ إذا هذا الموضوع ما يتم معالجته اليوم وانتصرنا، خوش انتصرنا وهذا المرض موجود، خب ما عندنا كراسي وما في واحد من المعارضة وزير داخلية ولا عنده سجون ولا عنده كرسي وهذا التناحر موجود. ليتخيل الجميع أن هذا التناحر مع وجود السلطة التنفيذية في إيد الإنسان. يعني عندك سجن وزير داخلية وعندك كرسي، شلون المشهد يكون؟ شلون مشهدنا يكون؟ حتى أقرب الموضوع نكون كالعراق. شايف العراق اليوم كانوا في جبهة واحدة وكانوا قبل لا يطيح صدام، كان أيضا في عندهم مشاكل ما تعالجت، الحين صار الانتصار سقط صدام، وصل الانتصار سقط صدام، شنو اللي صار؟ الدم لهني، التناحر لهني، الفرقة لهني، ولم تقل لهم قائمة ولن تقوم لهم قائمة. ليش؟ هاي سنة. ولا تنازعوا، سنة هذه ماكو بعد، ما في مجال. لذلك هذا الموضوع أعتقد محتاج الكل أن يلتفت إليه وأن يعالج على العلماء الدين، على الجميع السياسيين الحقوقيين أن يلتموا معاً، أن يتوحدوا، أن يلتفوا. يا أخي أختلف معك بس ما أتناحر معك، ما أشتغل ضدك، ما أشتغل ضدك. لابد أن تكون هناك نوع من الألفة بين الرحماء بينهم. هذا موضوع مهم جداً ترى، هذا ربما أهم حتى من الدعوة إلى الثورة وكذا، يعني مهم جدا لأنه خطير، واقع يعني مخيف حقيقة. هذا وجود واستمرار هذا الواقع المريض ينبئ بشيء غير جيد في المستقبل. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن من الجميع أن يعمل على هذا الموضوع. الحل للأزمة، هذا آخر عنوان كما ذكرت منذ قليل. في فرق بين أن يكون الإسلام بين أن يكون الإنسان ذا فكر إسلامي وبين أن يكون الإنسان ذا فكر علماني. الفكر الإسلامي فيه مبادئ، فيه طرق، من ضمنها شلون الإنسان يتحرك. هذاك مثلا يتحرك على مستوى الحقوق، يقول لك أنا أريد الحقوق، ها، وأريد أشتغل حتى أحصل على مثلا مكاسب سياسية معينة. يعني بعد 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات أنا أريد سلطة، خلاص بأوصل إلى شيء معين. هذا مثلا منطلق العلماني بهالصورة. الإسلامي لا، كما ذكرت منذ قليل، وهذه النقطة تحديدا هي التي سببت انحرافات عند البعض. اللي سببت انحرافات هي هذه النقطة، ينظر للأمور بأنها 1+1=2. ما صار 2 مشكلة، ما صار 2 مشكلة، وهي أداء التكليف. هذا تحتاج إلى ترسيخ داخل الناس، إحنا والكل، كل من له صوت يرسخ في أذهان الناس، يا ناس إحنا قاعد نتحرك نطالب بالحقوق قربة لله وفي الله ومجاهدة وجهاد في سبيل الله. شنو يصير برا؟ هذا أمر آخر، هذا الله يتكفل فيه. لأن حقيقة هؤلاء هالشكري مثل ما ذكرت منذ شوي، يقول لك إن السعودية مني وأمريكا مني والعالم كلنا ضدنا وصواريخ على اليمن، أنت وين بين بالنسبة لكل هذا الصراع المحموم؟ أنت ما راح تحصل شيء. ليش ينطلق من النظرة الثانية هذا؟ إحنا كإسلاميين نعتقد أن هذا مو مهم بالنسبة لنا، المهم أن تقوم بما يمليه عليك التكليف وفقط، ونقطة على أول السطر. هذا ما هو مهم أن يتم زرعه في عقول الناس وأذهان الناس، هذا مهم جدا، لأن هذا هو يحدد الخيار أن تكون هنا وهنا. هذا هو الذي يحدد أن الإنسان يطرح حلول سياسية هزيلة أو لا، يكون صلب ثابت
حتى لو يجي اسم الربح والسهم يصير في الصدر بس الطب خلاص هذا أدى التكليف انتهى الموضوع. هذا جزء من الحل. الحل أن نرسخ في عقول الناس نظرية أداء التكليف. اللي نصر الجمهورية هو هذا. السيد الإمام خاطرة. السيد الإمام في 1963 يعني قبل أن يتم إخراجه من إيران. بعد حادثة أو ما بين حادثة 15 خرداد و61 يعني بعد وفاة السيد البروجردي. في هالفترة صارت أحداث في إيران. جاءت رسالة من المرجعية في النجف إلى المرجعية هنا أنه أخرجوا من إيران وروحوا للنجف. فرد السيد الإمام على جواب المرجعية على خطاب المرجعية فقال لهم سوف نؤدي تكليفنا ونبقى هنا إما أن نقطع أيدي الخونة عن القرآن والإسلام أو ننال الشهادة ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا برما. أدي التكليف وانتهى الموضوع. هذا كسياسيين شوي اللغة السياسية الطاغية هذه تسبب انحرافات في هالجانب. لابد تطعمها دينيا. عدم التطعيم الديني يخلي الإنسان ركيك يهتز مع العواصف. الأمر الثاني للحل هو وحدة الكلمة والموقف والقيادة. وأخيرا هناك حاجة أعتقد إلى بناء الكوادر كوادرنا يعني على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي على المستوى الحقوقي حتى من علماء الدين يعني على المستوى السياسي تحديدا بناء كوادر في هذا الجانب. المجتمع يحتاج إلى كوادر في هذا الجانب بحيث يكون متخصصين يعني ولكن يكونون إسلاميين حقوقي إسلامي سياسي إسلامي إعلامي إسلامي. هذا مهم. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر شعبنا وأن يوحد كلمتنا ويلم شملنا. وإن تنصر الله ينصركم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.